أعزائي المستمعين، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. سامي قصر يحييكم من إذاعة صوت الجالية من ديترويت. هذه الإذاعة حرة، مستقلة، جريئة، تراثية، ثقافية، اجتماعية، بعيدة عن العنصرية والطائفية. من إعداد وتقديم أنا أخوكم سامي قسطو، والمخرج الأستاذ جورج عربو. معكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة من الساعة 11 مساء وإلى منتصف الليل. نرحب في آراءكم وانتقاداتكم. إذاعة صوت الجالية في خدمة الجالية وما يخص الجالية في مجال الثقافة والتراث العربي والكلداني. شاركونا في هذه الساعة التي تنقلنا إلى أرض الوطن، أرض آبائنا وأجدادنا، الأرض الطيبة التي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا، الوطن الذي يميزنا في عاداتنا وتقاليدنا وحبنا لبعضنا واشتياقنا لهذا الوطن الجريح. ابقوا معنا. يا زونك ما إلهي لا تحرمني من بركاتك السماوية الدائمة. يا إلهي انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الإحساس. يا إلهي خلصني من كل تجربة ولا تتركني بيد العدو. يا إلهي أنر قلبي الذي امتلأ ظلمة بالرغبات الشريرة. يا إلهي إني أخطأ بطبيعتي الشريرة، أرحمني يا إلهي. يا إلهي انظر إلى ضعف طبيعتي وأرسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. آمين. شو حشمت آلهي ما قشم ورابة، شو حشمت آلهي ما قلب حشمت آلهي ما قشم ورهبة، شو حشمت آلهي ما قلب ورهبة. ليه سوين من نخي شوع، ليه سوين من الهبو أب النخ من كل من دي لبش كل طهنف. ليه سوين من نخي شوع، ليه سوين من الهبو أب النخ من كل من دي لبش كل طهنف. شو حشمت آلهي
عزيزي المستمع الكريم، بعدنا في أول شهر أيام تحرير نينوى وسهل نينوى. أنا أخوكم سامي قسطو، هذه إذاعة صوت الجالية. تليفون الإذاعة 248-557-3300 248-557-3300. هذا خط مباشر على الهواء، شاركونا. عزيزي المستمع الكريم، أهلا وسهلا بكم أجمعين. نحن أولاد العراق الحزين، هذا الوطن بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى معين. هذا العراق هو الوحيد في العالم أن أولاده في أربعة زوايا الدنيا مهاجرين مغتربين، وأكثرهم هاربين، كانوا من الرب مقتربين، اليوم بعضهم ظالمين. العراق هو الوحيد الذي فيه الكثير من الإيجابيات غير موجودة عند الغربيين. العراق كان جنة، العراق كان إلنا، إلى أن دخل العراق إلى الكويت، يا ريت لم يدخل. المهم، حاولنا وتراجعنا وخسرنا، وهذا كان عذر مهم لتكملة خطة تدمير العراق. مهما يكون الدمار، هناك إعمار. من الذي يعمر؟ التعمير يجب أن يكون على يد الحكومة والعراقيين الأحرار. عندما يكون الأمان موجود، السارق يكون بعيد وغير موجود. إذا الدولة يحكمها حاكم عادل ومنصف وقوي، الشعب يحترم ويتقدم وينتج ويتعلم ويتثقف كما كان. وهكذا أعزائي الغريب التعبان، فكر في إزالة ذلك البطل الشجعان، وجلسوا على الكرسي الذي كان مطلوب للعدالة، لأنه للعراق خان، والحاكم الذي حكم هو كان محكوم عليه في الإعدام. الصورة المؤلمة التي هي المحكمة وذلك البطل في قفص الاتهام وهو ينادي عاش العراق وهو محكوم في الإعدام. وأصعب شيء أن هو القائد الذي أنقذ هذا الحاكم من تنفيذ حكم الإعدام. هذا القاضي هو الذي أصر على الحكم بالإعدام لهذا القائد. هل رأيتم أين هي الإنسانية في هذه إحدى الدول العربية؟ الحكومة تمثل الشعب، والشعب هو الحكومة. هؤلاء الاثنين كانوا الأساس القوي الصلب الواقف في وجه الطامعين. رأينا كيف قضوا على أول أساس وحطموا وعد مو في أهم وأحلى وأحسن يوم عند العرب، وهو صباحية يوم العيد. سقط هذا الأساس، وبعدها الغنم يرعى دون راعي ولا حارس. وقف الغرب أمام القطيع الغلبان وقالوا لنا: يا أصدقاؤنا، نحن حررنا العراق واليوم أنتم أحرار. وقالوا:
كل واحد منكم ينظر إلى القطيع، هناك قسم لابس فرو أسود وآخر أبيض وثالث أحمر، وأنتم بينكم ثار. اليوم أنتم أحرار، كل واحد منكم يأخذ ثارة من الثاني. وهكذا بدأ العراق في النجف اللطم، والجنوب بدأ بالتحطم، والوسط في فرق تسم، والضعيف يأكله الدسم. ضاع ذلك العراقي المحتشم عندما ينكسر الزجاج، من الصعب أن يتصلح، وإذا في ماء يتسرب ويسرع إلى الأرض الخصبة المنخفضة، وهكذا تسرب الماء إلى سهل نينوى، هذه الأرض المنخفضة العامرة المثمرة، تلطخت بأيادي قذرة. وهكذا انتهى فيلم العراق. وبعد أكثر من سنتين هناك قليل من الأشراف العراقيين رجعوا لنا قرانا، لكن بصورة حزينة جدا ومؤلمة. واليوم أعزائي المستمعين بدأ تصوير الفيلم العراقي الخاص بسهل نينوى، الفيلم العراقي الثاني. لنرجع إلى الوراء سنتين ونصف، البيشمركة لسنين وهم في سهل نينوى حماية، وهم يقولون احنا واحنا وماكو مثلنا، لا تجيبون بدالنا. وصل الغراب الأسود إلى الموصل، وبعد بيشمركة حامينا، لا جيش ولا عتاد، قوة دولة. طبعا نحن كنا نايمين ولا نعلم من هو المستفيد. ومرت أيام قليلة وإذا الغراب الأسود وصل إلى أراضي تلكيف، وبالتحديد في معمل الأدوية في القوسيات، وبعدنا فرحانين. كم غراب يستطيع أن يسيطر على معمل الأدوية وهم على بعد كيلومتر من هذه القوة الجبارة كردستان التي حاربت العراق لسنين؟ هذه الجيوش بالعتاد والدبابات والمدرعات والقناصات فروا أمام 4 بيكابات، وهنا خاب ظن أهل القرية على حسابي غلط. إذا حسابي غلط أو حساب الأكراد صح أم الأمريكان؟ تلكيف هي الساتر الأمامي لسهل نينوى. أيام زمان الكل من الشمال كان يأتي ويستفاد من تلكيف، كانوا ينزلون من الشمال من الجبال، منقاي، قرذاي، تركماناي، دسناي، ريكناي وآثرناي، كانوا ينزلون من الجبال إلى القوش، إلى تلسقف، إلى باقوفة وباطنايا والتلكيف، وهم لحد اليوم كانوا ساكنين في تلكيف، وهذا كان مقرهم، محترمين مقدرين، لا فرق بين هذا وذاك، الكل عايشين في سلام وفي بركات تلكيف، في الصيد حصاد، وفي الشتاء معامل الطحين. وفي يوم واحد هؤلاء الأكراد البيشمركة المحترمين فروا من تلكيف وإلى الشمال هاربين. إخوتي الأعزاء، راحت تلكيف ليش؟ الله أعلم. لكن الطريق هو تلكيف باطنايا تلسقف وبينهم باقوفة، ومنها إلى ما نسميه الحكم الذاتي. لماذا لم يذهب الجيش الكردستاني البطل من تلكيف إلى باطنايا، وعلى الأقل يحمي باطنايا حتى لا نستسلم كليا، وهكذا باقوفة وتلسقف؟ المهم راح الأخضر واليابس. لنرجع إلى اليوم، الكفار سيطروا على تلكيف، أقول يا حيف،
وعلى بطنايا وبقوبة وتلسطف وسنجار، أي صعدوا من الأسفل إلى الأعلى نحو الجبل. والتحرير بدأ بالعكس من سنجار إلى تلسقف إلى بقوبة وبطنايا وتلكيف. التحرير بدأ من الجبل وأنت نازل. تلكيف اليوم لي خبر مؤكد وصحيح أن الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات بابلون برئاسة ريان الكلداني هم الذين حرروا تلكيف اليوم. نعم اليوم وفي هذه الساعة الجيش وقوات بابلون هم في تلكيف، وممنوع دخول أي مقاتل من بيشمركة، والبيشمركة ماخذين ساتر بين تلكيف وباطنايا. ممنوع أي تلكيفي أو أي شخص يدخل تلكيف. هذا الفيلم اليوم على شاشة العرض، ونحن المشاهدين ما هو الهدف من كل هذا؟ وما هي توقعاتكم لنهاية هذا الفيلم؟ وما هي الخطة التي ينوي على رسمها، سواء إن كان الجيش أو البابليين أم الأكراد؟ هكذا عيش أبد مترات. تلكيف بيعت في المزاد قسم كردي وقسم مسيحي والثالث أبو حرف الضاد. من بدل التفاهم والتعمير ستبقى تلكيف وباطنايا والتلسكف على هذا الخراب. اليوم تلكيف بين المطرقة والسندان، من هنا الأكراد ومن هنا الكلدان. تلكيف لا تعمر إلا على يد الأمريكان. هؤلاء نحن هاجرناها من زمان، اليوم فقدناها ولهذا زاد الحنان. الكلام الزايد لا يفيد. بيك خير، عمر، ساعد، اسأل عن الجيران، لا تبقى حيران. هناك في تلكيف رجال شجعان. ما رأيكم بهذا يا إخوان؟
أعزائي المستمعين، هذا الأسبوع صارف أسبوع صوم الباعوث، صوم لثلاثة أيام، صوم مبارك للجميع. في الصوم والصلاة تكثر الطلبات إلى الرب، وكل من يصوم يطلب من الرب، لكن مع هذا تستطيع أن تطلب من الرب أي شيء وفي أي وقت وفي أي مكان سوى في الليل أو في النهار. الطلب الجماعي يحبه الرب كثيرا ويكرهه الشيطان. ومكان لتكون النار. كل واحد منا له طلب لنفسه، الذي يريد يتزوج والذي يريد الرب يرزقه بولد. كل شيء سهل عند الرب، فحاول أن تطلب. وليكن الطلب الجماعي اليوم أن كلنا بصوت واحد قولوا معي: يا رب، تعذبنا كثيرا في بلدنا الأم وتغربنا، لكن هناك أهلنا وأقربائنا بعدهم بعيدين عن ديارهم. نطلب منك يا رب أول شيء أن يسود الأمان والاستقرار في وطننا الحبيب، وأن نعمر كل ما دمر من البيوت وخاصة دور العبادة والكنائس، وأن يرجعون إلى ديارهم. وإن شاء الله سوف يلبي طلبنا الرب كما لبى طلب هؤلاء في هذه القصة الجميلة. بعد أن أقول لكم يا هلا يا هلا بكم، أنا أخوكم سامي قصو، وهذه إذاعتكم إذاعة صوت الجالية، وكل الموجودين معي في الإذاعة من الأستاذ جورج عربو وأبونا الفاضل حنا سلاقة، نقول مبارك صومكم والرب يحفظكم ويلبي دعاكم وصلاتكم. والقصة تقول: القصة تقول: في يوم صوم الباعوثة، صوم الباعوث جاء من أهل نينوى عندما غضب عليهم الرب من كثرة فسادهم، لذلك قاموا بالصوم والصلاة. الصوم والصلاة هم الطريق والجسر بيننا وبين الرب يسوع. وقال يسوع: لو عندك ذرة من الإيمان، والإيمان يأتي عن طريق الصلاة، عندها تقول للجبل تحرك سوف يتحرك. في الصوم يجب أن نتذكر الناس الذين صائمين غصبا ما عليهم، لأن لا يوجد خبز يأكلون، ولهذا في الصوم نصلي لأجل كل محتاج للخبز. قصة الصوم هي: كان هناك رجل تقي جدا فقد زوجته وقام بتربية ابن الوحيد، وكان الطفل يرافق أبيه ويساعد في الكنيسة. الأب كان صاعور في الكنيسة، أي شغل التنظيف وإدارة أمور الكنيسة. تربى الطفل وكبر، وعلى طول كان الأب يصلي ليرزق ابنه بنت الحلال وتكون مؤمنة. تلبى الرب دعاء الأب أي الصاعور من كثرة الصوم والصلاة، وتعرف ابنه على عروسة يتيمة وتم الزواج، ورزقهم الرب بولد وبنت. خسر ابنه شغل، أي صار عطال، ودخل الشيطان قلبه وبدأت المشاكل العائلية، وانفصلوا وبقت الأولاد مع الأب وجدهم. كان جدهم على طول يأخذ الأطفال مكسوري الخاطر إلى الكنيسة يوميا، وعلمهم على الصلاة
والصوم، وكل صلاتهم كانت أن يرجع الأبوين إليهم إلى أن تعبوا الأطفال من الصلاة. في يوم فكر والدهم أن يجب أن يتزوج، لكن يتزوج من امرأة، الشرط الوحيد أن تحب أولاده. فتح الكمبيوتر ووضع اسم مستعار وتعرف على امرأة فيها كل المواصفات المطلوبة، ودخلوا في حب عميق وغرام لا مثيل له. طبعا لحد الآن لم يروا بعضهم البعض وهم طبعا عاشقين. وفي يوم البعوث غضب الجد ابنه وأحفاده وقال يجب أن يذهبون معه للكنيسة، لأن شغل تحضير أقداس البعوث كثير وهو صار رجل كبير. فتح الولد الكمبيوتر وقال لحبيبة المجهولة: عزيزتي، اليوم هو صوم البعوث وأنا صائم، وسأذهب إلى الكنيسة وأصلي أن أكون عند حسن ظنك وأن تتقبلي أولادي كأنهم أولادك. عندما وصل لها الجواب بكت كثيرا وجاوبت وقالت: عزيزي، أنا أحبك كثيرا وسوف أحب أولادك كأولادي، لأنني خسرت أولادي، أخذهم أبوهم لسبب تافه جدا، كان إنه خسر الشغل. إن شاء الله سوف يعوضني الرب أولادك لأحبهم مثل أولادي. قال: وأنا أشكرك. وحينها ذهب إلى الكنيسة وصلى، وكان أول يوم البعوث. اتفقوا أن بعد القداس هم الاثنين يلتقون في الحديقة في وسط البلد، وقالت هي سوف تلبس فستان أحمر وهو ويكون في يدها صليب، وقالت: عندما أراك وأتأكد إنك هو سوف أضع الصليب على صدري. هذه هي الإشارة. قال لها: أنا سوف يكون لي شفقة على راسي باسم الكنيسة التي أنا تزوجت فيها لأول مرة. ذهبوا الأب والجد والأولاد إلى الكنيسة، والكل صلوا من كل قلبهم، وطبعا كل الصلاة كانت على رجوع الأب إلى أمهم، ما عدا هو أبوهم كان يصلي على البنت الذي له موعد معها وأحبها. طبعا توافق على أن تكون أمهم وأن يحصل على شغل نظيف معهم، أي صلى لثلاثة أشياء: صلى أن يتزوج هذه الإمرأة، وصلى أن يكون لها شغل، وصلى أن هي تحب أولادها مثل أولادها. انتهى القداس وجاء القس ووضع يده على كتف الولد وقال: ابني، أباك حال على التقاعد، ونحن اخترنا أنت أن تشتغل في الكنيسة. هذا الدعاء الأول كمل. رفع الرجل رأسه وهو يبكي بكاء مرا وقال لأبونا: رابي، هذا أول طلب من يسوع تحقق، صلي من أجل الطلب الثاني والثالث. وعندها أخذ الأطفال وذهب إلى الحديقة، وعلى رأس الشفقة عليها مكتوب اسم الكنيسة الذي سوف يخدم بها، وقلب يدق دقات سريعة من مواجهة المجهول. وعندما دخل الحديقة تذكر المكان الذي طلب يد زوجته الأولانية وتوجه إلى هناك، وهو يذهب باتجاه الفستان الأحمر لأنها كانت جالسة وظهرها عليه. وعندما وصل إليها دارت وجهها لترى الرجل الذي حبته بدون أن تراه، وبيدها الصليب للعلامة. وعندما وصل الرجل إليها وإذا هي زوجته القديمة الأولى، ومن خوفها ودهشتها وضعت الصليب على صدرها
وهو كذلك رفع الشفقة وبقوا صامتين لمدة طويلة إلى أن وصلوا الأطفال وعلموا أن صلواتهم وصومهم قد تحقق، أمنيتهم تحققت. وعندها احتضن الرجل زوجته وأولاده وقال الحمد لله، بالصوم والصلاة غلبنا على الشيطان. وعاشوا في الإيمان كل حياتهم وفي خدمة الكنيسة هم مع أولادهم الأربعة، لأن جاء لهم بنت وولد آخرين. آمين. أعزائي المستمعين، بشرى سارة لأبناء الجالية، وهي افتتاح شركة بوس موبل، شركة لبيع وشراء التليفونات بمختلف أنواعها، تنزيلات هائلة، تليفونات جديدة بأسعار رخيصة، أسعار رخيصة جدا لكل الأكسسوري والشاحنات التشارجر والأغلفة. هذا المحل الجميل بإدارة جاناثان وسامي قسطو. موقع بوس موبل هو على تقاطع الميل 15 وماوند 15 مايل اند ماوند بصف UPS. أسعار لمستمعي الإذاعة ولكل أبناء الجالية، رقم الهاتف 586-553-9250 586-553-9250. لدينا شعبة تصليح كل أنواع التليفونات، تصليح شاشة آيفون 5 $50 فقط، تصليح شاشة آيفون 6 $70 فقط، تصليح شاشة آيفون 6 بلس $80 فقط. أسعار خاصة لبيع التليفونات، الخطوط 2 line as low as $75 unlimited high speed data, 1 line $50 a month unlimited, 1 line $30 unlimited text and talk. Switch to Boost Mobile and get $50 back. We fix all phones and all tablet. If we active your phone will be 50% off the activation. خدمة ممتازة، أسعار مغرية، معاملة جميلة، خدمة سريعة. لا تفوتكم فرصة جراند أوبنينج. جاناثان وأنا سامي قسطو نقول يا هلا يا هلا بكم، زورونا مرة وسنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم. هاي بسيمة كبت تدعيشت، ما قد يبخ كبيرة لم بقرت، ما قد وضع الطواثة لا تخرت، ما قد محكت حسخ لم علت، يوم تخوشابة ايتا لما فيتت، شولا دلتو حصة بقاوي أبد لم دخلت، ما قتاوت بأوقانا لازم تتصبرت، ما قتاو إخالة بسيمة كبيرة لا أخلت، ما قتاو ظالومة قوية اللي لدعت، ما سنبالوخ كبيرة والمحكيثة أبد لا يامت، أهم من دي لم صارت وأبد لا كبرت، إذا دلقرت بخبري كبيرة البثرة برجعت، شو ناشا لك عاينوخ إيمن تدنبلت، معاد الأرخخ مبش من الاخطياثوخ القبل دقيشع والصدر بالدارت. صلبوا بموت الرب.
buying a home or refinancing when it's time to get a new انا اللي كنت كسيح الحلم اللي كنت بريده اتلاقى بالمسيح ويشفيني بلمسة ايده معرفت انه كتار استفادوا من اللي صار تيخبروا عنه اخبار وانا صير السبب. إلى الأخوة أصحاب المحلات التجارية، تم افتتاح شركة لبيع الحليب والخبز وهوستس كب كيك. كذلك هذه الشركة تقدم لأعمالكم ومحلاتكم خدمة وسرعة في توصيل الحليب والخبز والكيك وكذلك الجبن والبيض. اسم هذه الشركة هو يمة، نعم يمة أي معناه أم. هذه الشركة بهذا الاسم الجميل تقدم لكم أسعار مناسبة جدا. شركة يمة بإدارة الأخ سرمت شمامي. تليفون شركة يمة هو 313-460-8000. 313-460-8000. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا أخوكم سامي قسطو وهذه إذاعتكم إذاعة صوت الجالية منكم وإليكم، وأرجو أن لا يزعل ولا واحد منكم، خذوني على عقلي على كيفكم. اليوم قصة مسلية أسمعكم، لكن أنا آسف واقع القصة نهايتها يمكن تبكيكم وبكوا عليها الكثير من قبلكم. اسمعوا إلى النهاية أرجوكم. في أيام الخير كان هناك في ترشي مصلاوي يصلح الدراسات والتركترات في تلكيف. شاف أهل تلكيف كلهم فرحانين خيرين متحابين، وفيها كثير من الحاصودين أي العمال الذين يحصدون والذين يأتون من القرى المجاورة. قال لهم: لماذا أنتم في تلكيف؟ قالوا: هذه القرية فيها بركة وفيها خير وفيها رزق وفيها ونسة وفيها كيف. فاليوم راح يصلح ماطور للماء في أحد بيوت تلكيف، شاف هذا ريكاني، هذا تركماني، هذا آثوري. قال لهم: هل أنتم ساكنين في تلكيف؟ قالوا: نعم، هاي بيوتنا، اشتريناها من أهل تلكيف وعندها إجا حج حسين. قال: يا محمود فيتر، تعال صلح التركتر وهذولهم يدلوك بيتي. قال محمود: يا جماعة، هذا اسمه حسين. قالوا: إيه، هذا من جماعتك ومنه في تلكيف كثيرين. قال: لكن هذا يحكي سورث كأنه تلكيفي، هذا زين. والكل عاشوا سوية، إلياس وكاكا وداود. سوف أشرح لكم ماذا حصل لهذا الفيترشي، هذا الشخص الذي أحب تلكيف حب جنوني. كان يقول: اليوم الذي لا أشوف إخوتي في تلكيف ذلك اليوم يكون ممل. وكان من أحسن أصدقاء تلكيف، وكل ما كان حدا يهاجر كان يقول: حيف على تلكيف. هذا المصلاوي على طول يزور أصدقائه في تلكيف ولا يقصر، على طول كان يوزع ما عنده من حلويات وخاصة حلاوة الموصل، ويجلب لهم كباب الموصل، كباب الساطور. وكان في طريقة يدخل إلى باب الطوب ويشتري كاسيتات وأغاني جميلة، ويروح إلى الدواسة ويشتري عرق سرمهر وحتى ويسكي دومبل وجيجاير روثمان وغريفن وسومر، ومنها يروح إلى تلكيف ويوزع إلى أصدقاء التلكيفيين.
وهم أكثر من الأخوة. وهكذا على طول هذول التركيفيين شوية شايفين نفسهم، لأن كان عندهم قرائب في أمريكا، كانوا يرسلون لهم قداحات مال دعاية، فانيرات مال دعاية، أقلام مال دعاية. دعاية معناه أي شيء دعاية يوصل للستور في ميشيغان، ثاني يوم يوصل إلى تلكيف وهم في دورهم في تلكيف يوزعون للأصدقاء وللجيران هدايا يفرحون. وكل ما توصل الهدايا كان محمود لا حصة، وكل ما ينطوا أي شيء يقولون محمود شوف احنا تلكيف خيرين، احنا مو مصلاويين مثلكم بخيلين. هو يجاوب لا تتهمونني في البخل، اني بعد ما اجيب لكم حتى بصل من الموصل. راحت ايام واجت ايام، وصل الخبر الى زوجة محمود، قالت عزيزي محمود من اليوم الذي صادقت هذا التلكيفي انت مو بكيفي. طبعا هي تحب تلكيف اكثر من محمود وتحكي سورة احسن منه، وكان يحبها كثير، وعندما كانت تتأخر كانوا يقولون لها ها مريم محمود زوجك زوج عليك من هكذا ما جيتي. كانت تجاوب همزين عند المسيحيين ماكو هكذا حكي. عندها قالت هذا المصلاوي محمود زوجي عازم الشباب على المشروب، وقال محمود أنا مصلاوي تقولون أنا بخيل، اليوم أنا عازمكم حتى تشوفون منو هو البخيل. وقال لأصدقاء الخمسة أنتم يومية عازميني في تلكيف، لكن أنا اليوم عازمكم في باطناية وفي باقوفة وفي تلسقف وكذلك القوش. قالوا محمود دحق، هل ما سمعناه صدق؟ أخذهم في سيارته وطلعوا من تلكيف وقالوا صدق كذب هذا مصلاوي، تروح عنده للبيت تري شاي يقول ماكو شكر، إذا جوعانين يقول زوجتي عند أمها ما طبخت، وإذا نريد مشروب يقول هذا حجي حمد يشتم ريحة العرق من بعيد. وهكذا محمود ديسوق وصل باطناية ما وقف، عبرت اللسقف ما وقف، إلى أن قبل أن يدخل القوش قالوا له محمود وين رايح؟ أنت رايح على دير السيدة؟ راح تصير مسيحي وإحنا بعدنا كل شيء مشاربين، هاي شون عزيمة هاي؟ وصل محمود إلى القوش، وقف السيارة أمام ديوان كبير وهو لابس بنطرون، هذوك لابسين يشماق أحمر وهذولا أصدقاء لابسين قطرة وعقل. الأخوة القوشين ما عجبهم الوضع، قال دحقوا احنا جايين حتى نشتغي عرق. وبعدين قام يحكي سورة ميرا اخني ثيلا تزونه عراق كبيرة قفلة بعراق دي يوخن ميرا هيو وار اذي ايل ديوان طلوخن امر انا شمي ايل مهند. طبعا رزوقي كملا قزلة كما مير قالت ايت ايكا ومهند ايكا امير دحق دقلك انتو تلكيفيين من تسافرون تعبرون مجرد بحر واحد، سامي يصير سام، سرمد يصير سام، ميخائيل كبايش مايك، جلال وجلاوي وجلو كبايش جان، وانتو مجرد عابرين بحر واحد. احنا هسه في القوش عبرنا ثلاثة قرى، شكو يعني محمود يصير مهند؟ وآيت كذت آني إلى القشناي إذا ديذي دليون من نوخن إدام نخريلي وبشاتا من دمي سكون لمحكت إيبوخ خير إشتي ما قد يبوخ. طبعا أخوانا باتو
وي وامي شو المحقق بعربي لان كيف منهم يمكن لك فهمي. طبعا وهكذا كانوا يجيبون استكان عرق وهذاك غلاس وهكذا اربع خمس ابطال خلصت على اساس دي يذوقون العرق. قال مرقس محمود اي مهند دي اشتري انت مو عازمنا. سمع واحد القوشي اسم محمود وضع يده على الخنجر وقال داود اي عربايه اله محكه قم لقرقس ميرا اي مالوخ ما في للوخ اي ايل مهنس بس شكله ايلي شكل عرباي. عندها قال مهند للجالسين في الديوان قال سمعت ان عرق تلسقف احسن من العرق ملتكم. حينها تعصبوا وقالوا نحن لا نبيع للتلكيفيين عرق بعد حتى لو بطل بألف دولار من هاي التي تجيبوهم من امريكا. ولهذا السبب انقطع الاستيراد والتصدير بين تلكيف والقوش. طبعا شربوا هواية كل على اساس دا يذوقون العرق وغادروا الشباب القوش الى تلسقف. قال هسه جينا من تلكيف حتى نشتري عرق. وهكذا نفس الشيء شربوا سامبل اي جابوا لهم طاسات عرق حتى يذوقوها. وبعدها قال لهم محمود هذا العرق مالتكم كل الزين لكن التنقات مالتكم بها زنجار. وهكذا طلع اسم للعرق التلسقوفي انه رخيص لانه مزنجر. طبعا كل واحد منهم هم ضرب بطل تقريبا ومنها الى باطنايا نفس الشيء. قال محمود بعد ان شربوا كم بطل قال اني ما اشتري لان تقطير العرق مو مثل سياقة النازحات. وهكذا كل النزاحين كانوا يفرغون سياراتهم في عقارة الكيف. ومنها ذهبوا الى بقوبة يريدون عرق. قالوا لهم احنا ما نسوي عرق احنا يومية في دير مار وراها كم صالوخ. ولهذا كل تلكيف كانت تذهب وتصلي في مار وراها. ولا اطوله عليكم وصلوا الى تلكيف وهم صايرين بتي مروان كلهم سكروا ببلاش على حساب محمود المصلاوي. وقال انا مو صوتي صوت زوجتي هي ام البلاوي اني عبالي مسكينة صادقت هذه التلكيفيات لكن طلعت لي واوي. محمود كان بيده بطل عرق. قال ها ابويا انا قلت الكل على عيني ونظرت الى العرق واشتهيت لانه من شغل البيت قلت انطيني شوية. قال محمود يا سام الى كل المستمعين جزيل الاحترام عفتوا تلكيف حرام واخذها منا هي وكل القرى والموصل اخذوها اولاد الحرام. وقال انتوا كلكم على راسي لا تشربون بعد عرق تنقات تشربون هيرسي المشروب لا يطيب الا من الموصل اجيب لكم خسي انا بدونكم تعبان حيران هل كان مخنوق ما يطلع حسي بالله عليك وصل صوتي إلى رئيسك أوباما وبوشي وقول له المصلاوي يقول اختسي الموصل راح ترجع ونذهب إلى تلكيف وباطنايا والتلسقف والقوش ويقدمون لنا VSOP هنسي المزة العوس وخيار ولبلبي وخسي. وقال سلمني على أعمامك وخوالك وجيرانك وكلكم معزومين عندي على جبن عراقي ورقي إذا سألوك من أنا أرجوك قول لهم بعد فراقهم مات محمود أفندي. عندما دخلوا الظلام إلى الموصل مريم زوجتي أخذت بنت جيراننا سويتها بنتي كان عمرها شهرين. أهلها عندما هددوا بالقتل وضعوها أمانة عندي رضعتها فاطمة أختي. لم يستطيع محمود أن يقف على رجليه لأنه غاص في البكي وهو يقول يا موصل أحبك يا تلكيف ماذا جرى لك يا بطناي دمروك
يا تلسقف انهدم حيلكي يا باقوفة متى كان آخر صلاة في مار وراها صليتي ويا القوش قمت بالواجب لإخوتي المهاجرين ما قصرتي الرب يبارك فيكي بعد ماكو مشروب ولا قزر قوت ونسينا طعم الزحلاوي والمستكي الذي كل بيك منهم يعادل 1000 صندوق هينيسي. نايل يا بحر يا سوخ كم شوشتي لما توزاك ما إرقتي بحر يا سوخ كم شوشتي لما توزاك ما إرقتي دمك بيشان وكبيرة دمك بيشان وكبيرة غل منو خلا خرشتي ايه جا فندوق بدماغ زيتي بس وفيرا جنينا يا ياسكا واحد واللحم التاقو قالوا لا هاور بيزا هم خاشولا غزيالي حملت بقالولا قو إذا إريا خاشولا كم مرنا تماويلك كم مرنا تماويلك مردقا غزة وخلولا هاور بلبي دريلك لولا الصفيرة نجنايان يسقى وحل ديرا لايا الصفيرة نجنايان يسقى شرو ديرا. عزيز المستمع الكريم، يا ابن العراق الحزين، هناك طير اسمه مالك الحزين. هذا الطير حال حال العراقي المسكين. هذا الطير طويل كشجرة النخيل ويقف على رجلي ساعات دون حركة لأنه مالك الحزين. أسباب الحزن أشكال وألوان، وأكثر الأحزان لا تطيل على الإنسان إلا عندما يهاجر من مكان إلى مكان، أي معناه مهاجر في هذه البلدان ذلك العراق الذي كان ملك زمان. أحزن شيء عند الإنسان هو الموت. عندما نفقد شخص إذا كان من الأهل أو الصديق نحزن لأيام عديدة أو حتى أشهر قليلة، لكن بمرور الزمن ننسى ونقضي على هذا الحزن. لكن المغترب يترك الوطن ويغترب، لكن شيء عجيب، هذا المغترب لا ينسى المكان الذي ولد فيه والذي تربى فيه وأكل وشرب من خيراته. لماذا يكون الحزن مصاحب للغريب في الغربة مهما كانت حالة المغترب؟ هناك أسباب كثيرة، لكن أهمها هو ضياع سنين من العمر، لأن المغترب يجب أن يبدأ من نقطة الصفر في كثير من المجالات، أولها اللغة والعيشة وضمان المستقبل. لكن لا ننسى البساطة والصداقة والعادات والتقاليد. لنشرح قسم من هذه التي أولها اللغة. نحن عراقيين ومشهورين في حب واحترام الوالدين أو أي شخص أكبر منا سنا. هل تعلمون كم هي صعوبة اللغة في الغربة؟ في يوم الصيف في ستيرلينغ هايت سب ديفيجن جديد، بيوت جميلة أكثرها متشابهة ما عدا العنوان. أكثر هذه البيوت اشتروها عراقيين، في كل زاوية أكو بيت. شاب عراقي اشترى واحد من هذه البيوت في الزاوية، قال لي هل هنا عراقيين؟ أنا تبسمت، هو زعل، قال أقول مرة ثانية هل هنا عراقيين؟ أنا قلت هذه ستيرلينغ هايت، راح نسميها القرية الكلدانية. افتهم. الوالد يريد يتمشى في الصيف
المشكلة كل ما يريد يشم هواء لو يمشي شوية يضيع الرجال. ابنه ذكي وضع حجر كبير في الزاوية على الشارع مقابل بيتهم، هذا نشان هذا المخترب الأب الكبير المسكين، وهكذا يوميا يعتني بهذا الحجر ويصبغه ويزرع داير مداير خيار وترعوز، وعلى طول بيده سبحة ومزبحة، مرة يصلي ومرة يلعب في الملعبة. طبعا لهم فضل كبير علي لأن أنا اشتريت لهم بيت، وأحلى شيء كل ما أفوت من أمام بيتهم أشوف الأب إما يمشي أو جالس على هذا الحجر وهو فرحان، لأن كل سيارة تفوت تدق له هورن وعمو عمو. طبعا تعرفون أنا دلال والحساب عندكم، أداري لأنني عراقي وأداري أكثر على مود مصلحة، لأن باشر أشتري بيت الأولاد الباقيين وبناته وقرايبة، ولهذا على طول يتمازح معي ويقول ابني أنت يومية توجع قلبي، لأنني كل جمعة أسمع الإذاعة، هاي منين تجيب كل هذه السوالف؟ قلت عمو همزين أنت بديت، يعني ليش قاتل نفسي وأجي على طول أجلس عندك هنا بصف هذا الحجر؟ طبعا هو صاحب الحجر الكبير وهو يعتني به وهو على طول يجلس فوق هذا الحجر. في يوم ما من بعيد شفت أن هناك امرأة تتكلم مع هذا الرجل، وشفت من بعيد أن هذا الرجل متعصب. أنا أسرعت وقلت ها عمو شكو؟ قال يا ابني هذه يومية تجي وتقول لي قوم روح للبيت. قلت له شلون عرفت؟ ايش قالت؟ قالت هاي يومية تحارج بيا انطيها اخبار، انطيها خيار ما تاخذ، انطيها ترعوز ما تاكل، اقلها تفضلي هذه دولمة تنهزم. بعدها اكتشفت ان هذه الامرأة الامريكية تقول يا عمو انا شفت الشباب يسوقون بسرعة وفي الزوايا يصعدون على الحشيش، فانا اخاف عليه لا يجي واحد ويكون سريع ويؤذي لا سمح الله. هذه هي مشكلة الغربة وخاصة للكبار. أما الشغل، رجل صاحب أعمال وأملاك تغرب واشتغل في سوبر ماركت، الشغل هو أن يفتح الصناديق ويضعها على الشلف. صاحب الستور قال له أول أسبوع تشتغل بلاش، ثاني أسبوع أدفع لك $200، في الأسبوع طبعا أدفع $200 من تتعلم. راح أسبوع وإجا أسبوع، قال العامل عمي هاي فاتت أسابيع كثيرة وبعدني بدون زيادة. جاوب صاحب العمل قال اتفقنا أن بعد أن تتعلم سوف تأخذ الزيادة. جاوب العامل وقال يا عمي هذه الصناديق هي نفس الصناديق من أول يوم إلى اليوم، شغلي هو وضع هذه الصناديق على الشلف. وقال العامل أنت شلون تفتح الصناديق؟ جاوب صاحب المحل قال أنا صاحب هذا الستور، أنا شغلي ليش سفتح الصناديق، أنا شغلي بس أعد الفلوس وأخليها بالبنك. درسنا شخصية الاثنين قبل الغربة، أي قبل ما هم الاثنين يجون إلى أمريكا. العامل في بغداد كان عنده محلات وعمال ولابس بدلات كل بدلة شكل، أما صاحب الستور في تلكيف كان حمال بدون حذاء، كان عنده نعال وهسه اسمه توني كان اسمه طلال. شوية اتطور بتلكيف اشترى حمار، كان عمره كله باقي حمار لو ما سحبه إلى أمريكا الخال، ولحد اليوم لا يستطيع أن يميز بين العنب والخلال، يومية فتح عزل ويشتغل مقد الزمال، هذا هم يحسب نفسه رجال لكن حق الزمن غدار. طبعا إذا أشرح المستقبل، المستقبل هو الأيام الأخيرة من العمر، كل هذا التعب تعب العمر وأنت في دار العجزة ولا حدا من أهلك يمر، أما المحبة في الغربة والاحترام غير موجود في هذا الزمان، وكذلك الإيمان قليل في دار الغربة في هذا المكان.
طبعا كل شخص لديه قصة حزينة بداخله، شخص عانى من أشخاص أحبهم أو ما زال يعاني، شخص تعب من التضحية دون نتائج، شخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، شخص ضاق عليه الرزق، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، وأشخاص يقرؤون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض السطور هي الدنيا، ولهذا سمي الدنيا. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله فالقادم أفضل. لا تصدق بأن حدا لا ينقص شيء، تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع، لا سعيد إلا من أسعد الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى وغربك. وشكرا أعزائي المستمعين، أبناء الجالية الكرام، وإلى كل مستمعي هذه البرامج من إذاعة صوت الجالية، وأنا أخوكم سامي قسطو، معد ومقدم هذه الساعة التراثية العراقية التي نرجع وإياكم إلى الوطن الحبيب الذي هو بحاجة ماسة لسماع صوتنا، وحبنا لوطننا هو ما تبقى لنا، وخاصة في هذه الأيام الحزينة التي يمر بها عراقنا، وهو بحاجة إلى كل دعم، إلى كل كلمة طيبة وجميلة. والوطن لا الحق علينا أن يعاتبنا في غربتنا. أعزائي، كل هذه الحلقات لهذه الإذاعة موجودة على اليوتيوب بعنوان تلكيب فويس، تلكيب TEL فراغ KEPPE فراغ فويس VOICE، نعم تلكيب عرستا، وعلى الفيس بعنوان سام قسطو. وأي مستمع يريد أن يحصل نسخة من أي برامج لهذه الإذاعة موجودة عند الأخ رامي من إيليد ميجا ستور الواقع على الميل 15 وتكوندر، وتليفون الأخ رامي هو 248-583-5511 248-583-5511. وهذا المكان هو مركز لكل نشاطات الإذاعة، فإذا عندكم أي مشاركة أو مداخلة أو أي موضوع نحن في خدمتكم. وأقدم شكري إلى المخرج الأستاذ جورج عربو والمهندس الصغير دلن عربو. والآن تستطيعون أن تسمعوا أحلى وأطيب كلام من الكتاب المقدس من إذاعة ينبوع الحياة والأب الفاضل حنا سلاقة، ونطلب منه ملء البركة. وأملي أن ألتقي بكم في الجمعة المقبلة إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم سامي قسطو، تصبحون على ألف خير والرب معكم دوما، آمين.